الصبايا اللي عم يسألوا عن الفيونكات تبعات الفتوش، اما الفتوش التركي او الفتوش العادي شلون بينعملوا. منقصهم بالمقص بشكل مستطيل، بشكل مستطيل، خليها بهالطريقه. بعدين بزمها بهالطريقه وبحط لها الكوردوني، بعدين بقليهم او بحطهم بالفرن مثل انا عم بعمل هون سلطة سيزر. هذا الصمن بخيته زيت، بعدين حطيت له رشة ملح وأوريجانو وريحان. حبيتي تحطيهم بالفرن كمان بالزيت، بتدهنيهم زيت وبتحطيهم، بتحبي تقليهم ما في مشكلة بتقليهم. بتحبي تفرزيهم بهالطريقة بعدين تشيلي العود وتقليهم لأنه بالفريزر تثبت الشكل، بتحبي بهالطريقة شلون بتحبي على راحتك. حتى هاي الكوردوني بتبقى شكل كتير حلو إذا عملتي السلطة، ومثلا سلطة السيزر الخس بيكون مفروم بشكل خشن، بتشكي الكوردونات على القطع الخس كمان بيطلع شكل حلو، وبنفس الوقت ما بيتشتش من الصوص. انتي اختاري المناسب. تمام صبايا، عملتها رغبة للصبايا اللي كتير عم يتساءلوا، حبوا هالشكل الجميل، وكل الشكر لأي صبية نزلت شكل مميز. صبايا هاي الفتوش التركي والباذنجان نزلت مقاديره، وهي سلطة السيزر. مثل ما قلت لكم هدول بالكوردوني بنقدر نشكلها، وعرضت لكم التشكيل. جربوهم هالسلطات كتير طيبين، سلطة السيزر بالدجاج والفتوش التركي.